المحاضرة هي أساسا من أجل المبتدئين، خصوصا من أجل تشويقهم وحتى يعرفوا أكثر قدرات نظام لينكس. هذا النظام حاليا اللي أنا ثبتته هو نظام زورن. نظام زورن أنا بحبه صراحة لعدة مسائل. المسألة الأولى أنه أنظمة لينكس بصورة عامة، مو فقط زورن، ما فيها شيء اسمه اكسباير ديت. يعني انت الويندوز اكس بي اذا تتذكرون انه وصل الى اكسباير ديت، ما في دعم. الان صار عندك انه لازم تحدث نظام التشغيل، والا نظام التشغيل بعد فتره بسيطه راح يمتلئ بالمشاكل خصوصا الامنيه. طيب لو ردت تحدث نظام التشغيل والكمبيوتر اساسا كان شوي قديم، قد الهاردوير اللي موجود في نظام في هذا الكمبيوتر ما بيتحمل نظام التشغيل الجديد الاثقل زي ويندوز 8. ويندوز 8 يعتبر ثقيل قياسة بالويندوز اكس بي. فهنا صار عندك انه لازم تشتري نظام اوبريتنج سيستم جديد سعره قد يتجاوز ال $100، وايضا تحتاج انه تحدث الهاردوير اللي ايضا راح يكلفك يعني قد كم، يعني مثلا 100 و200 دولار اضافية اقل شيء. كل هذا انت في غنى عنه، مباشرة تقدر تنصب زورن بدل مثلا الاكس بي وانتهينا. فهذا السبب الاول اللي خلاني احب زورن. السبب الثاني، هذا نظام التشغيل الآن في إصدار التاسع، مثل ما نلاحظ هنا الشاشات جميلة، فيها كثير شبه من شاشات الويندوز. ولو بنشوف النسخ اللي موجودة في نظام الزورن، هذه هي النسخ الموجودة. طبعا عندك أنت أربع إصدارات أساسية، عندك الكور وفي منه الليت، وعندك الإدوكيشنال وفي منه إدوكيشنال ليت. إيش الفرق بيناتهم؟ الكور حجمه 1.2 جيجا بايت. هذا الكور انه في الباكجز الاساسيه اللي ممكن تستخدمها في كثير من الفعاليات. على سبيل المثال لو بيجي الان للزورن، خلينا نشوف مثلا عندك الاوفيس. هذا الاوفيس في مثلا هذا مايكروسوفت وورد، هذا شبيه بالمايكروسوفت وورد، هو مش مايكروسوفت وورد لان هذا يعني اصدار خاص في لينكس، لكن هذا مجاني. يعني حتى الاوفيس هنا لما تستخدمه في داخل اللينكس مجاني، بينما الاوفيس اللي تستخدمه في الويندوز ايضا يعني سعره يتجاوز $100. فكل هذه مصاريف. طيب انا لو عندي شركه مثلا فيها على سبيل المثال 30 جهاز كمبيوتر، كم بكون الان اختصرت من التكاليف لما بستخدم هذا النظام؟ عموما فتقدر تحصل عليه هذه انظمه التشغيل من زورن داش او اس دوت كوم. مثل ما بتلاحظ في عندك الليت. الليت هو اذا كان عندك الهاردوير جدا قديم، بحيث يعني حتى هذه نسخة الكور قد تسبب له نوع من البطء، وأنا بشك في هذا الشيء، ممكن تستخدم الليت. الإدوكيشنال في كثير من الباكيجات هذا يستخدم في الجامعات طبعا، وإحنا أعطيناه يعني عدنا في مجال عملنا أعطيناه تجربة وكان جميل. في أساسا كثير من الباكيجات اللي تتعلق مثلا بأمور الرياضيات، الجغرافيا، اللغات وغيرها من الأمور، فكثير من الباكيجات التعليمية بتلاقيها موجودة في داخل هذا الإصدار. فأنا بصراحة أنا شخصيا بشجعكم أنه بتحملوا هذا الإصدار وبتثبتوه ولو على فيرتشوال ماشين، لأن فيه كثير أمور جميلة. المسألة الأخرى اللي تخليني أحب أنا زورن، الزورن في مباشرة تعريف النتورك كارد. يعني انت لما بتنصبه خاصة على الاجهزة القديمة بتشوف مباشرة النتورك كارد اشتغل، ما في حاجة انه تعب نفسك بالبحث عن الدرايفر او مشاكل. والوايرلس ايضا بتلاحظه انه اشتغل، فتشبك مباشرة على الاكسس بوينت اللي عندك والكمبيوتر يكون جاهز للشغل. ومثل ما لاحظنا انه الشاشة يعني كثير شبيهة بشاشة الويندوز، بحيث انت ما بتضيع طريقك حتى لو دخلت لأول مرة. حتى الجيمز هذه الماينز يعني كنا احنا فاكريها من زمان كنا نلعبها، هذه تشبه السولتير على سبيل المثال، فحتى الجيمز ايضا موجوده ممكن ان تقضي فيها وقتك. اللي هامني الان انا من كل هذه، خلينا نقول الموضوع اللي هامني الان، انه مع زورن ياتيك مباشره برنامج اسمه واين. طبعا هو هذا الواين موجود حتى لو ما كان مثبت مباشره، تقدر انت تثبته. كيف عمليه التثبيت؟ هذه ان شاء الله بتاخذها بعد حين. لكن اللي انا هامني الان انه تاخذوا فكره كيف انه هذا برنامج الواين راح استخدم انا باكج امتداده .exe. ايش معنى هذا؟ هذا معناه انه هذا الباكج هو اصدار مخصص للويندوز وليس لللينكس. هذا الان انا لو ردت انفذه على اللينكس، يعني اعمل له سيت اب، ما في سيت اب، ما في مثلا رايت كليب ورن او كذا، ما بقدر انه اعمل له ايش انه سيت اب. حتى لو عملت دبل كليك عليه راح يحاول يفتح لي بالاركايف، لكن ما في طريقة انه انصبه من الاركايف. هاي مثل ما بنشوف هذا هو الاركايف، هذا فتح لي بهذا الشكل. طيب
ايش نساوي؟ اللي نساوي انه نستخدم نظام الواين. خلينا نشوف الواين، هذا هو الواين. بالواين الان انا يعني بالضبط ما هي الخدمه اللي انا بريدها؟ بريد انه برنامج معين بلاي اون لينكس انه بشغله على نظام اللينكس. فبجي على بلاي اون لينكس، فتحت لي هذه الشاشه. الان في هذه الشاشه لو بقول له انستول بروجرام اول مره، راح يبحث لي عن البرامج اللي هي اساسا متوافقه مع نظام الواين، يعني تم تجربتها واختبارها مسبقا. وممكن انا بشوف لو اروح مثلا بالاكسسوارز نشوف هذه البرامج، ممكن اختار حدا منها لحتى انصبه. ديفلوبمنت في الادوكيشن في كثير باكيجز، الجيمز يعني بتلاحظ كثير جيمز، حتى جيمز قديمه صار لنا يمكن زمان ما لعبناها مثل ايج اوف امباير وكذا، ممكن هذه كلها انت ايج اوف ميثولوجي انا كنت كثير احب هذه اللعبه على العموم. فممكن هذه كلها انت تنصبها على على اللينكس، هذه صوره لها. الان انا يعني ما احتاج انه بنصب شيء من هذول، انا عندي هذا الباكج، هذا الباكج لم يتم تجربته سابقا من قبل واين، يعني الان انت لو بحثت ما راح تلقى هذا الباكج موجود في واين. طيب كيف انا اقوم بعمليه تنصيب هذا الباكج؟ هذا ببساطه، اول شيء يعني الغي عمليه الانستول، ومره ثانيه اضغط على الانستول. الان لما ضغطت مره ثانيه اعطاك هذا الرابط، يقول لك انستول انون ليستد بروجرام، يعني راح نصب شيء ما موجود في قائمه البرامج اساسا اللي سبق تجربتها واختبارها. اقول له طيب وديني على هذا الرابط. الان بروح على نيكست مانوال انستليشن، يعني هذا احنا التنصيب حيكون يدوي. نروح على نيكست. انا الان ماذا اريد؟ اريد ان انصب بروجرام جديد على الفيرتشوال درايف، ولا اريد ان احدث او يعني اعمل عمليه اديتنج لاكزيستنج ابلكيشن؟ لا طبعا انا بريد الان انصب برنامج جديد او اثبت برنامج جديد. طيب الان يقول لي اعطيني نيم لهذا البرنامج، فانا ان شاء الله تعالى راح اسميه ايات زي ما هو اسمه. نيكست. طيب الان يقول لي يعني ايش تريد تعمل؟ تريد يوز انذر فيرجن اوف واين؟ لا انا يعني الان اريد استخدم هذا الفيرجن. كونفيجر واين، ما عندي تعريفات. انستول سم لايبراري، هذا الان ممكن اختاره. هذا لو كان في لايبراريز موجوده مع الباكج هو بينزلها تلقائيا، واحيانا بيسالك اسئله يعني اكثر تعقيد، لكن هذا بيستخدم ادوبي اير، فالادوبي اير راح ينزل مباشره مع الايات. وحتى لو لم تستخدم هذا التيك في كثير من الاحيان راح ينزلها بدون اشكاليات. فبروح على نيكست. طيب الان بيقول لك انه الامتداد في هوم دانتي بلاي اون لينكس واين بريفكس، صار عندك هون في شيء اسمه ايات، يعني الموقع اللي راح يكون فيه هذا الفيرتشوال درايف اللي راح يشتغل على نظام اللينكس وكانما تشتغل انت على نظام الويندوز. ننتظر شوي. طبعا بالمناسبه هذا الكمبيوتر الخصائص تبعه انه الرام الان اللي بعطيها انا له هو جست 1 جيجا بايت، فهذا أداء كمبيوتر هو 1 جيجا بايت فقط. طيب الآن please make your choice، إيش من هذه المكتبات؟ فاكرين لما قلنا له إحنا بنريد ننزل مكتبات؟ أكيد طبعا فاكريها. طيب عندي هنا فد شيء اسمه Air Adobe، ما عندي هنا فد شيء اسمه Air Adobe، فلذلك يعني ممكن الآن إنه أتجاوز هذه المكتبات ما بحتاجها، لانه معناه انه المكتبه راح تنزل مباشره معه. راح تشوف هنا في مكتبات اضافيه، انا تعمدت هذه الخطوه. هنا مثلا في شيء يخص السامبا 3، ليش؟ لانه انه في برنامج هو تبع الويندوز لكن يحتاج الى مكتبه السامبا 3 لحتى يربط مثلا مع قاعده البيانات الخاصه بالاشخاص اللي موجوده على اللينكس. فهذه شوي يعني ممكن تكون ان شاء الله لقدام بخطوه شوي، الان حاليا ما نستعجل فيها. بروح على النكست الان. طيب الآن يقول لي اختار وين هذا الباكج اللي أنت بتريد تنصبه. نروح على البراوز. طيب وين أنا الآن بشتغل؟ أنا بشتغل على الديسكتوب، فمن هنا بختار الديسكتوب. فمن الديسكتوب هذا هو برنامج الآيات موجود عندي، بقول له Open بعد أن تم اختياره، والآن بقول له Next. Now يقول لي Installing your application. الآن شو راح يصير؟ الآن أظهر لي شاشة التثبيت وكأنما أنا أثبت الآن البرنامج على الويندوز، يعني الآن لو بتنفذ دبل كليك على هذا في الويندوز تظهر لك هذه الشاشة. نروح على نيكست.
تم تثبيت البرنامج، أقول له فنش. الآن الخطوة اللي بعدها، الآن يقول لي طيب اختار البرنامج لحتى نعمل لك شورت كات، فبقول له نعم. البرنامج هو آيات، هذه الأدوبي إير كما تلاحظون مكتباتها الآن أيضا موجودة. نيكست، برنامج اسمه آيات. نيكست، طيب الآن ضاف لي إيش؟ ضاف لي هذه مكتبة آيات تحت. محتاج أنا أيضا الأدوبي إير اللي الآيات بيستند عليه لحتى يشتغل، محتاج أعمل له شورت كات؟ لا بالحقيقة ما محتاجه، لأن هذا زي الفلاش بلاير فما له داعي، فراح أقول له كنسل خلاص. فالآن مثل ما بتلاحظوا صار عندي آيات وصار عندي جيم، اثنينها موجودة. هذا آيات لينك اللي يميز لك إنه هذا البرنامج هو برنامج اشتغل من بيئة الويندوز على لينكس، ما تحتاجه حتى لو تعمل دبل كليك الآن أو رايت كليك أوبن. طيب شو بيقول لك؟ could not display آيات دوت لينك. هذا اللينك يعني ما يعمل لك شيء، هذا فقط تقدر إنه حتى تعرف إنه هذا البرنامج هو تبع إيش؟ تبع اللينكس، وإلا هو لا راح يقدم ولا راح يأخر شيء. الآن بيحاول هو يبحث لك على برنامج مناسب حتى يفتح لك الآيات. طيب required to install software open كذا. فالمهم هذا كله يعني قصة طويلة بصراحة، وانت ما لك فيها شيء، لأن هو البرنامج أساسا تنصب. فهذا أفضل شيء تعمله بتقول له انت ايش، روح على الربش، روح على سلة المهملات، بقي لنا الآيات بس. الآن بغلق هذا، ما محتاجه الآن، فقط دبل كليك على آيات. الآن فتح عندي البرنامج. أي لغة أنا بريدها بالنسبة لبرنامج آيات؟ اللغة العربية. الكمبيوتر طبعا شابك في الإنترنت، أنا بحب المنشاوي، بحبهم جميعا إن شاء الله تعالى. بس خلينا نشوف هنا المنشاوي، هذا هو. طيب ومثلا على سبيل المثال خلينا نروح على سورة الفجر. طيب والآن نعمل له play. فمثل ما بنلاحظ انه البرنامج اشتغل بطريقه ممتازه. الان بيسالني اذا مكتبه الادوبي اير بحب احدثها، لان في يعني اصدار احدث، فممكن اقول له لا ابديت ليتر ما محتاج الان. لاحظنا لما انا حاولت انتقل الى سوره الفجر وبعدين ايضا بالنسبه للتفسير انه شوي اخذ وقت لحتى فتح السوره والتفسير. ليه؟ لان اذا بتتذكروا انه هو الباكج اساسا باكج صغير، يعني هذا الباكج كله حوالي 34 ميجا بايت. طيب فهذا الباكج اساسا هو مجرد محرك لحتى يوصلك لكل المعلومات، لكن انت بعد ذلك تقدر انه بتعمل داونلود، يعني تقدر تعمل داونلود لكل القران. انا لو بجي على التحميل مثلا اقدر انه انزل التلاوات، انزل صفحات المصحف، انزل التفاسير لحتى تبقى في الكمبيوتر. في هذه الحاله راح يصير كل شيء ايش، اسرع، وتتوفر نسخه احدث من نفس هذا البرنامج. ممكن ايضا انه نعملها تحديث لحتى كل شيء يصير عندي في الكمبيوتر، حتى في حال انقطاع الانترنت مثل ما معروف يكون عندي نسخة القرآن الكريم. يعني أتمنى هذه أيضا كانت إطلالة صغيرة حتى تشوفوا أنه مثلا إحنا قدرنا نعمل شيء جميل بدون ما نحتاج أساسا أنه نقوم بعملية كتابة ولا كوماند واحد في التيرمينال. هذا هو صديقنا التيرمينال، هذا راح يكون عندنا يعني معه ما شاء الله علاقة حميمة هذا بمرور الوقت. هذه مثل ما بنشوف، فهذا هو التيرمينال. يعني أتمنى تكون هذه. الآن لو بيتي على الزور المينيو ومن هناك بروح على الساوند اند فيديو وبروح على الرايثون بوكس. طيب الآن أنا أريد أضيف إذاعة القرآن الكريم للعفاسي، فبجي على الراديو، ومن الراديو أنه بختار آد وبضيف ال MMS. طبعا لو بتبحثوا فقط على في الانترنت في جوجل اذاعات القران الكريم بتلاقوا كثير اذاعات باصوات مختلفه للقراء، هذه بصوت العفاسي. بقول له اد،
فمثل ما بتلاحظوا إن هي انضافت عندي هنا. رايت كليك بروبرتيز، في البروبرتيز الجنر راح يكون قرآن، details هذا هو اللوكيشن، وهنا بالنسبة للتايتل راح أخلي مشاري على فاسي، بقول كلوز. طيب فصار الآن عندي إذاعة القرآن، هذه أول إذاعة وهذا مشاري على فاسي. إذا حبيت إنه أشغل القراءة فقط دبل كليك، الآن يكنك بالإنترنت، وهذه الآية سورة الرعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فمثل ما لاحظنا انه القرآن الكريم تقدر توقف وتقدر تشتغل. هاي من الاشياء الجميلة انه تقدر تحور هذه النسخة بالشيء اللي انت تريده، وتضيف زي ما ضفنا برنامج الآيات امور ثانية، تقدر تعملها باكج وتعطيها لاصحابك او اصدقائك. ومثل ما لاحظتوا انه الاستخدام الى الان ما استعملنا سطر الاوامر. اترككم في امان الله، واتمنى تكون هذه الاضافة اعجبتكم ان شاء الله تعالى. حتى نلقاكم بأطيب الود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.